هنا WBCQ نقدم لكم راديو فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance من مونتيتشيلو في مين في الولايات المتحدة الأمريكية. جرائم عنف، اضطراب سياسي، عدم استقرار مالي، كل شيء يشير إلى أن أزمة لا مثيل لها على وشك الحدوث. استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي. راديو فرصة العالم الأخيرة، نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك. درس الكلمة اليوم بعنوان: لماذا أحرص كثيراً على تقديس يوم السبت وعدم تدنيسه؟ طبعاً أنا هنا مش بتكلم على السبت الجريجوري، لأنه مش ده السبت اللي أنا بقدسه اليوم. لحد سنة 2009 كنا بنقدس السبت الجريجوري، السبت اللي بيقدسوه النهاردة اليهود، واللي بيقدسوه الأدفنتس السبتين وبعض الطوائف الأخرى الصغيرة. طبعاً الواحد مكسوف يقول هذا الكلام، بس في سنة 2009 وضع يهوى في طريقنا هذا النور اللي بيقول: انتوا ازاي بتقدسوا يوم السبت بتقويم جريجوريوس، البابا جريجوريوس الثالث عشر؟ طبعا ده سؤال من وجهناه، الواحد عرق وحمر وشه واكتشف انه بالفعل إزاي ممكن أنا أحفظ يوم السبت بتقويم الكنيسة اللي هي العدو الأول ليهوى في العصر المسيحي؟ يعني بمعنى آخر، إزاي ممكن أحفظ السبت اللي تم تأسيسه في الخلق آلاف السنين قبل ما يكون جريجوريوس، البابا جريجوريوس، عايش بتقويم جريجوريوس؟ يعني هل ممكن انه السيد الاله يهوى يوجد السبت ويفرضه ويطلبه ويقدسه في الاسبوع الاول من الخلق، ويستخدم تقويم ما كانش موجود في ذلك الوقت، ويستخدم التقويم المنسوب الى عدوه الاكبر رافض الحق اللي هم بابوات روما؟ فطبعا أنا مكسوف أقول هذا الكلام، بس اكتشفت أن أنا كنت عبيط، أن أنا بالفعل كنت مغفل، أن أنا بالفعل سلمت عقلي للطائفة التي كنت أنتمي إليها، وهي طائفة الأدفنتسبتين، اعتقادا أن هم درسوا الموضوع وتيقنوا أنه لما أوصى الإله يهوى بوجوب تقديس يوم السبت، أوصى أيضا بوجوب تحديد يوم السبت بالتقويم الجريجوري. وأحبائي، أشكر إلهي إنه إحنا النهاردة مش بنقدس السبت الجريجوري، وإنما بنقدس السبت الكتابي وبالتقويم الكتابي. يهوى حدد القمر لتحديد أيام العبادة. مزمور 104:19 يقول: صنع القمر للمواقيت، المواقيت اللي هي المواعيد المقدسة، الأيام المقدسة. يهوى صنع القمر لتحديد الأيام المقدسة. فأحبائي، إحنا اكتشفنا هذا التقويم اللي كان غايب عننا، وفي هذا التقويم الذي هو التقويم القمري، كل شهر هي يمثل دورة قمرية كاملة، دورة قمرية كاملة. أول يوم في الشهر هو يسمى رأس الشهر. أول يوم في الشهر مش بيكون أول يوم في الأسبوع الأول، وإنما أول يوم في الشهر، وبعدين نبتدي نعد اليوم الثاني من الشهر هو اليوم الأول من الأسبوع الأول. لهذا
في التقويم الكتابي أيام السبوت، أيام السبوت المقدسة تقع دائما في أيام سبتة من الشهر القمري. فالسبت الأولاني في الشهر القمري يقع في يوم 8. ليه في يوم 8 وليس في يوم 7؟ لأن يوم واحد في الشهر القمري مش هو أول يوم في الأسبوع الأولاني، وإنما هو يوم مستقل، يوم بمفرده، يوم يتم العد منه إلى الأسبوع الأولاني. يعني بعد اليوم الأولاني من الشهر نبتدي نعد بقى اليوم الثاني، هو اليوم الأول في الأسبوع الأول. فلهذا السبت دايما الأول يقع في يوم 8 في الشهر، السبت الثاني بعدها بسبعة أيام يقع في يوم 15، السبت الثالث يقع في يوم 22، السبت الرابع من الشهر القمري دايما يقع في يوم 29. فاحنا بالنسبة لنا السبوت دلوقتي بتقع في أيام ثابتة محددة من الشهر القمري، بس لأن التقويم الجريجوري تقويم شمسي والأسابيع بتلف وراء بعض بدون توقف بدون توقف، فالأيام السبوت بحسب الشهر القمري لما تيجي تعكسها على التقويم الجريجوري تجدها أنه في كل شهر تقع في يوم إيه مختلف، لأنه الشهور والأسابيع في التقويم الجريجوري ماشية وراء بعض بدون أي توقف. طبعا لما اكتشفنا هذا النور والواحد اكتشف عبطه ازاي كنا بنعبد يوم السبت بتقويم مختلف عن تقويم الكتابي ونتمسك به وندافع به، لأنه منبص نلاقي اليهود بيحفظوا هذا اليوم، لكن لما رجعنا للتاريخ وجدنا أنه بفضل قسطنطين وبابوات روما وما تلا قسطنطين من قياصرة حطوا ضغط على اليهود أن يتخلوا عن استخدام التقويم الكتابي اللي هو الشمسي قمري لتحديد أيام العبادة، لأن هم أرادوا أن يلفظوا وينبذوا أي حاجة لها علاقة بالإيه؟ باليهود أو باليهودية أو بتعليم التوراة. فاليهود انصاعوا وخضعوا للضغوط التي وضعت عليهم وتبنوا التقويم اليولياني السابق للتقويم الجريجوري وهو تقويم الشمسي، وابتدوا يحفظوا السبت مش الكتابي وإنما السبت اليولياني اللي هو تحور إلى السبت الجريجوري في القرن الايه في سنة 1582. أحبائي اللي عاوز أقوله هو الآتي، أنه من الخطأ الكبير أنه نبص لليهود بما أن هم بيحفظوا السبت الجريجوري بهو هذا السبت الكتابي، أو نبص إلى الأدفنتس السبتين ونقول أيضا دول دليل على صحة تحديد يوم السبت. مع الأسف لما رجعنا إلى الأدفنت السبتين ونقول لهم فين رأس الشهر، ده رأس الشهر بيقول لنا أنه يعني في الكتاب المقدس لما نبتدي ندرس رأس الشهر نجد أنه ده يوم محدد، كل بداية شهر أول يوم ده ليه وضع خاص واحتفال خاص، وحتى في الأرض الجديدة يعني في العصر القادم العصر المسياني لما السيد المسيح هيكون هو حاكم الأرض يقول إيه ويكون من هلال إلى هلال، أشعياء 66 عدد 23، ويكون من هلال إلى هلال، هلال يعني أول يوم في الشهر، ومن سبت إلى سبت، يعني الهلال غير الإيه رأس الشهر غير السبوت. رأس الشهر يمكنني من تحديد السبت الأولاني، لأنه رأس الشهر يبقى يوم واحد في الشهر ويوم 8 يبقى أول سبت. فهنا الكتاب بيقول لنا حتى في العصر المسياني القادم كل رأس شهر هنيجي ونتعبد إلى يهوه زي ما هنيجي كل سبت. فلما نرجع رجعنا إلى الإخوة السبتين قول لهم يا جماعة احنا كان غايب عننا موضوع رأس الشهر، بس الموضوع ده في الكتاب أبيض وأسود، يعني محدد أنه رأس الشهر يوم مختلف خالص عن أيام الأسابيع. فليه نتجاهل هذا الموضوع؟ يرد عليك لأن النبية بتاعتهم
النبية إيلين وايت قالت لهم في كتاب الآباء والأنبياء إنه الأسابيع حرفية وبتيجي وراء بعض يعني من غير توقف. فبما إنه إيلين وايت قالت كده فالأدفنتست السبتي العضو العادي أو الخادم أو الإداري ما يجرؤش على رفض تعليم تبنته إيلين وايت ويتخلى يشعر بالأمان عن التخلي عن تعليم كتابية بما أنه إيلين وايت رفضتها أو لم تتمسك بها. فأشكر إلهي أنه إحنا تحررنا من الخضوع للتعاليم البشرية وجعلنا الكتاب المقدس هو إيه مرجعنا. فبرجع ألخص المقدمة الطويلة دي أنه ليه إحنا النهاردة مش بنتمسك بالسبت اللي بيتمسك به اليهود والأدفنت السبتين، لأنه ده سبت بيدار أو بيحدد بحسب تقويم جريجوري شمسي ما كانش موجود أثناء أو ما كانش موجود عندما أسس يهوه السبت كفريضة وكيوم مقدس عند الخلق. طيب أحبائي أنتقل بقى إلى الإجابة عن السؤال الهام اللي هو يمثل موضوع اليوم، لماذا أنا كجلال أحرص كثيرا على تقديس يوم السبت وعدم تدنيسي؟ الإجابة على هذا السؤال موجودة في أشعياء 56. أحبائي افتحوا معايا أشعياء 56 عشان نجيب على إيه هذا السؤال الهام جدا اللي هو يلخص موضوع اليوم. أحبائي هبتدي أقرأ من عدد 1، هكذا قال يهوه، هنا المتكلم هو يهوه، احفظوا الحق، يهوه بيأمر، واجروا العدل لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري. بعدين هنا بقى في عدد 2 يقول إيه، طوبى للإنسان الذي يعمل هذا ولابن الإنسان الذي يتمسك به الحافظ السبت لألا ينجسه والحافظ يده من كل عمل شر. هنا يهوه بيقول لي يا بخت اللي ايه يحفظ السبت ولا ينجسه. بعدين ينتقل في عدد 3، فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بيهوه قائلا افرازا افرزني يهوه من شعبه. هنا بقى بيتكلم عن الغرباء اللي هم مش اسرائيليين، اللي هم زي حالات جلال، أنا مش إسرائيلي، لا أنتسب بالنسل جسديا إلى حد من إسرائيل، ما عنديش في شجرة العيلة عرق يهودي أو عرق إسرائيلي. فهنا يهوه بيخطبني وبيقول لي يا جلال اوعى تقول إنه بما أنك أنت مش إسرائيلي أو مش يهودي يبقى أنت كده مستبعد من شعبي، مستبعد من شعبي. فأنا الآية دي بتخاطبني مباشرة وبتقول لي اوعى تقول إنه لأنك أنت مش إسرائيلي أنت مستبعد من شعبي. وبعدين بيخاطب فئة تانية من الناس، ولا يقول الخصي ها أنا شجرة يابسة، لأنه هكذا قال يهوه للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي. طب يقول لهم ايه؟ الخصيان اللي بيتمسكوا بوعود يهوه خصوصا بالعهد الجديد، الخصيان اللي هم بيتمسكوا بتقديس يوم السبت، يقول إيه؟ يقول لهم ايه؟ إني أعطيهم في بيتي وفي أسواري نصبا واسما أفضل من البنين والبنات، أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع. هنا ده وعد من يهوه إن الخصيان مش هيكون ليهم حجة إنه يتذمروا إن هم ملهمش نصيب مع الإسرائيليين المخلصين الأمناء من أولاد يهوه، إن هم مش هيكون لهم أيضا نصيب مع الإسرائيليين. لا، يقول لهم إذا أنتوا تمسكتوا بعهدي وتمسكتوا بسبتي وقدستوا سبتي يبقى أنتوا هيبقى لكم نصيب زي
أبناء بني إسرائيل الأمناء والمخلصين. وبعدين في عدد 6 بيكلمني أنا بقى مباشرة وبيقول لي وأبناء الغريب، أنا واحد من الغرباء وعاوز أنتسب، عاوز أنتسب لبني إسرائيل، عاوز أنتسب، عاوز أبقى لسان حالي كلسان حال رعوس لما قالت لنعمي حماتها ما تلحيش علي أنه أسيبك، لأنه حيثما ذهبتي أذهب وحيثما بتي أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي. وأنا النهاردة كواحد غريب لا أنتمي إلى الإسرائيليين، ولما أرى أنه الإسرائيليين ليهم التبني، يعني هم أبناء يهوى وليهم المجد وليهم الاشتراع وليهم العبادة وليهم المواعيد ولهم الآباء، هم أولاد إسحاق ويعقوب وإبراهيم، ومنهم المسيح حسب الجسد. يعني أنا هخلص لأني أمنت بالمسيح الإسرائيلي اللي مات حتى يكفر عن خطاياي، أنا هخلص كده. بس أنا عاوز كمان خطوة تانية، عاوز أنتسب، عاوز أعتبر كما أي إسرائيلي مخلص هيعتبر في العصر القادم. يعني عاوز تكون لي نفس مكانة الإسرائيليين ونفس مكانة الأمناء، لا نفس المكانة، وأحصل على نفس الوعود وأحصل على نفس المزايا لأنه أنا أمنت بالسيد المسيح. فهنا يهوى بيقول لي في أشعياء 56:6 وأبناء الغريب الذين يقترنون بيهوى، زي حالاتي أنا اقترنت بيهوى ليخدموه وليحبوا اسم يهوى، وأنا بحب يهوى وبخدم يهوى وبعظم اسمه، ليكونوا لي له عبيدا كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي. هنا بيقول لي يا جلال انت غريب لكن انت بتحب اسمي وانت عاوز تنتسب ليا وعاوز تخدمني وعاوز تكون عبد ليا وبتحفظ سبتي ولا تنجسه وبتتمسك بعهدي. يهوى بيقول لي الآتي في عدد 7 من أشعياء 56 آتي بك إلى جبل قدسي وأفرحك في بيت صلاتي وتكون محرقاتك وذبائحك مقبولة على مسبحي، لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. يا أحبائي، ليه أنا بأحرص كثيرا على تقديس يوم السبت وعدم تدنيسي؟ لأنه عندي هذا الوعد من يهوى إنه إذا أنا تمسكت بسبته وتمسكت بعهوده وتمسكت بمسيحه، هذا الابن البشري اللي مات موت كفاري نيابة عني أو نيابة عن كل الخطاط، فأنا بالتالي باخد وعد يهوى إن هو هيساويني مع كل المزايا التي، وهيكون لي نصيب في كل حاجة هتكون للإسرائيليين المخلصين أبناء يهوى. يا أحبائي، مفيش وعد أجمل وأعظم من هذا الوعد أعطي من قبل يهوى للغرباء. عشان كده أنا مش هشعر بأني في العصر القادم غريب، لأنه يهوى بيقول لي هسويك مع اللي أنا اديتهم وعودي، اللي هم نسل إبراهيم، اللي هم إسرائيليين بحق وحقيقي، مش بس جسديا ولكن تمسكوا بعهدي وآمنوا بي وآمنوا بابني وتابوا وطلبوا الغفران. دول ليهم مكانة خاصة، لكن أنت كغريب، أنت يا جلال كغريب، إذا تمسكت أيضا بنفس الأشياء اللي هم تمسكوا بها، العهود والسبت والوعود، هعتبرك مساوي ليهم، واحد زيهم، هتعامل زي ما هعاملهم. أحبائي، اليهود على مر العصور حتى اللي كانوا
يحفظوا السبت بحسب التقويم الكتابي ما كانوش بيقدسوا السبت، وإنما كانوا بيدنسوه اليهود على مر العصور. وسبب تشتت اليهود في كل أمم العالم اليوم، وسبب إن الاضطهادات اللي عانوا منها في جميع دول العالم، هي لأنه ما كانوش بيقدسوا يوم السبت بالشكل الذي كان يطلبه يهود. بس أرى لكم نحمية 13:15-18، وهنا نحمية بعد ما رجعوا اليهود من السبي، هم اتسبوا وهزموا بسبب تدنيسهم للسبت، فرجعوا من السبي. ونحمية كان حاكم لأورشليم، مفوض من قبل الملك، ورصد لنا نحمية ما وجدوا في إسرائيل في أورشليم. وفي تلك الأيام بيقول لنا نحمية 13:15-18، في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوما يدسون معاصر في السبت. إيه ده؟ اليهود ما تعلموش حتى بعد تشتيتهم وبعد غربتهم في بابل 70 سنة، ورجعوا برضو رجعوا يدنسوا السبت ويشتغلوا يوم السبت، ويأتون بحزم ويحملون حميرا أيضا، يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل. فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، وشهد عليهم الناس إزاي أنتوا في يوم السبت بتبيعوا أكل وبتتاجروا وبتشتغلوا كأنما هذا يوم غير مقدس ويوم كيوم عادي. والسوريون الساكنون بها، اللي ساكنون بأورشليم، كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا هو في أورشليم. فعمل نحمية؟ فخصمت عظماء يهوذا وقلت لهم: ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت؟ ألم يفعل أباءكم هكذا؟ فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة، وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت. فأحبائي، تاريخ اليهود أو إسرائيل في حفظ السبت تاريخ مزري مزري. يعني طبعا النهاردة هم مش بيقدسوا السبت حتى المحافظين فيهم، لأنه بيقدسوا يوم غريب ملوش علاقة بالسبت الكتابي، يوم خضعوا إلى تقويم روما الوثني اليولياني اللي تحور إلى التقويم الجريجوري. فالنهاردة اليهود ما اختلفوش في تقديسهم للسبت أو في تدنيسهم للسبت عما كان يقوم به أبائهم في الماضي. والنهاردة بس بخرج عن النقطة، لما كنت أدفنت السبتي ويجوا الخدام السبتيين ويقولوا في لما كانوا بيجهروا بالسبت: بصوا اليهود النهاردة بيقدسوا السبت، فأنتوا لازم يا مسيحيين تقدسوا نفس اليوم اللي بيقدسوا اليهود وعملوا زينا. مع الأسف يعني الأخوة السبتيين يعني في ظلمة قاتمة، لأن هم كطائفة رفضوا النور الذي أرسل إليهم من حوالي 60 سنة لتصويب هذا الأمر. أرسل لهم نور، وأنا عندي كل التفاصيل دي ومذكورة في الموقع عندنا فرصة العالم الأخيرة، اللي فيها يهوى أراد أن يوضح لهم أنه التقويم الجريجوري ليس هو التقويم الكتابي الذي يجب أن يتمسكوا به لتحديد يوم السبت، ولكن هم خافوا أن إذا تبنوا هذا التعليم الكنيسة هتتفتت والأعضاء هيتفرقوا، فهم فضلوا الحفاظ على حجمهم وصورتهم أمام الأعضاء الإدارة يعني، وتجاهلوا السبت الكتابي. ده
الصفحة السوداء في أحد الصفحات السوداء في تاريخ هذه الكنيسة، المليء بفرص كثيرة أرسلها لهم يهوى لكي يصوبهم ويعيدهم إلى المسار الصحيح، ولكنهم دائما كانوا يرفضون النور، نور الكتاب. طيب أحبائي، أجبت أنا لي، أنا حريص كثيرا على تقديس يوم السبت وعدم تدنيسه، لأنه مش عاوز أكرر تاريخ شعبه في تدنيس السبت، ولأني أنا غريب وعاوز أنتسب إلى شعبه، إلى بني إسرائيل الجسديين المؤمنين الحقيقيين اللي هم النهاردة مش موجودين في إسرائيل، وإنما مختفين في حول العالم، وفي الوقت المناسب يهوى هيجمعهم، يهوى اللي هيجمعهم، مش بن غوريون اللي هيجمعهم، يهوى اللي هيجمعهم ويعيدهم ويمنحهم الأرض اللي وعد أبائهم أو وعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب بها، وهيكونوا أولاده إلى أبد الأبدين. وده هو فحوى العهد الذي قطعه يهوى مع إبراهيم، وأنا كابن غريب سأنتسب لهذا الشعب لأني أمنت بالمسيح الإسرائيلي، ولأني تمسكت بالسبت الوصية كما وعد يهوى. طيب أحبائي، في أصحاح 56 نفس الأصحاح اللي احنا قريناه اللي فيه الوعد الجميل ده المعطى إلى الغرباء، يهوى بيتوقف هنا وبيخاطب الرعاة رجال الدين، يخاطب الرعاة رجال الدين بلغة قاسية جدا وبلغة يعني عنيفة كل العنف، لأنه بدل ما رجال الدين في ذلك الوقت اليهودي، وبدلا من رجال الدين اليوم يوجهوا أنظار شعبه الإسرائيلي والغرباء أمثالي إلى أهمية تقديس يوم السبت، نجد إنه رجال الدين في ذلك الوقت كما هو الحال اليوم، رجال الدين ساكتين عن هذا الموضوع تمام. يعني المفروض في كل كنيسة اليوم يقف رجل الدين في يوم السبت الحقيقي ويكرر وعود يهوى للأعضاء، إنه أنتوا غرباء، لكن لأنكم بتقدسوا يوم السبت الحقيقي فخذوا الخبر السار ده، وعد من يهوى بأن يعاملنا معاملة المثل كما سيعامل أولاد الإسرائيليين الأمناء. ولكن رجال الدين ساكتين أو عمي في هذا الموضوع. فهنا يهوى بيقول لهم إيه في عدد 9، يا جميع وحوش البر تعالي. أصحاح 56 بعد ما يهوى إدى الوعد للخصيان وللغرباء الذين سينتسبون إلى شعبه بأنه سيعاملوا بنفس معاملة الإسرائيليين الأمناء اللي بيقدسوا السبت، هنا بيجي في عدد 9 في نفس الأصحاح يقول لهم يا جميع وحوش البر تعالي للأكل، يا جميع الوحوش التي في الوعر مراقبوه عمي كلهم، مراقبوه يعني خدامه، لا يعرفون، كلهم كلاب بكم. يهوى بيصف رجال الدين في ذلك الوقت وكل رجال الدين الذين يتجاهلون السبت الحقيقي، بيقول لهم انتوا كلاب بكم لا تقدر ان تنبح، حالمون، مضطجعون، محبون نوم، انتوا نايمين في العسل، الناس بتهلك، الناس بتفقد فرصة الانتساب إلى شعب يهوى عن طريق تقديس السبت الحقيقي، فأنتوا لازم تكونوا أبواق تعلن وتنبه الناس إلى عدم إضاعة هذه الفرصة، فرصة الانتساب إلى شعب يهوى الحقيقي.
بس انتوا ايه؟ نايمين في العسل. انتوا نايمين في العسل. انتوا بيقول لهم ايه في عدد 11؟ كلاب شرهة، كلاب شرهة لا تعرف الشبع، انتم رعاة لا تعرفون الفهم. مع كل احترامي، لا ما اقدرش اقول مع كل احترامي، لانه اذا يهوى حكم على الخدام بهذا الحكم انا ما اقدرش اكون اكثر ليونة من يهوى. هنا بيقول لهم يهوى بيقول انتوا رعاة ما تفهموش حاجة، لانه اذا كنتم رعاة بتفهموا الحد الادنى يبقى لازم تكونوا ابواق تعلن ضرورة التمسك وعدم تدنيس السبت الحقيقي. ولكن النهاردة السبت يدنس في كل مكان، السبت بيدنس في كل الطوائف، بينجس من قبل كل رجال الدين. عشان كده يهوه بيقول لهم أنتم رعاة لا تفهمون شيئا، أنتم كلاب شرهة لا تعرف الشبع. أنت بس بتدور على مرتبك، أنت بس بتدور على تقبيل الناس ليدك النجسة، أنت بس بتدور على الإكرام، إكرام العمي ليك، ده اللي أنت مهتم بيه، ده فقط اللي بيهمك. لكن الناس تهلك، الناس تدنس السبت، الناس تنجسهم. أنا أتحدى في أي خادم اليوم في هذه الكنائس الساقطة بيحذر الناس من تدنيس يوم السبت. ما فيش حاجة زي كده. عشان كده يهوى بيصفهم بأنهم كلاب رعاة لا يفهمون شيئا. التفتوا جميعا إلى طرقهم، كل واحد إلى الربح عن أقصى. كل الرعاة النهاردة بيدوروا على مكاسبهم الشخصية وسايبين الناس تهلك، وهم طبعا هيكونوا أول من سيهلك لأنهم بيدنسوا السبت ومش بيلفتوا إيه النظر الناس. طبعا أحبائي بعد الوقت بيسرقني وفي الكثير الذي أريد أن أتكلم عنه. طيب قبل ما أنتقل إلى نقطة جديدة أحبكم تفتحوا معايا أشعياء 58. أشعياء 58 بقى إيه؟ بيديني أنا كجلال يهوى بيديني وصفة سحرية، وصفة سحرية كيف أقدس بها السبت بحيث إنه السبت يصبح أحلى يوم في الأسبوع. جلال بيعلن على الملء زي ما بعلن دايما في بيتي إنه أحلى يوم في الأسبوع أصبح عندي يوم السبت. بسبب إيه؟ بسبب هذه التزامي بهذه الوصفة السحرية اللي أعطاها يهوى في أشعياء 58 لكيفية تقديس السبت بحيث يصبح السبت أحلى يوم في الأسبوع. وبالتالي إيه الوعود الإضافية اللي هحصل عليها عندما يتحول السبت إلى أحلى يوم في الأسبوع؟ افتحوا معايا أشعياء 58 وهنقرأ من عدد 13. وهنا دايما أنا بقول بقرأ الكتاب المقدس وهو موجه ليا أنا. يعني هنا يهوى بيكلمني، بيكلم جلال بيقول له يا جلال في عدد 13، وتقدر أنت تحط اسمك وأنت تحط اسمك. دايما يهوى بيخاطبنا شخصيا، فهنا بيخاطبني وبيديني كلام يساوي كنوز العالم كله أضعاف 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 ما يستطيع، يعني كل غنى العالم لا يساوي هذا الكنز الذي مقدم لي شخصيا في أشعياء 58-13. بيقول لي يا جلال إن رددت عن السبت رجلك. رددت عن السبت رجلك، يعني هنا يهوى بيخاطبني وبيقول لي يا جلال ارفع رجلك عن السبت، يعني بطل تدوس على السبت. أنا يهوى أدوس، أنا أجرؤ أدوس على سبتك. أنا فعلا كنت بدوس على سبته لأنه ما كنتش ملتزم بالشروط كيفية تقديس السبت. فلأني ما كنتش ملتزم بالشروط التي سأقرأها
إلياهو يقول لي يبقى أنا في نظره أنا الإنسان المعفن الحقير العبيط الغبي الإيه؟ بحط سبت يهوى تحت رجليا. يعني أحبائي دي صدمة ليا، دي كانت دي زي ما تقولي واحد فوقني وضربني 60 ألم وقال لي يا غبي يا غبي أنت مين عشان تدوس على سبت يهوى تحت رجليك؟ لا لا أنا أول ما خدت 60 ألم دي قلت له أسف يهوى أنا لا أجرؤ أن أدوس على سبتك المقدس، سبتك المقدس تحت إيه؟ رجلية. تقول لي أنا بعمل إيه عشان أدوس على سبتك المقدس تحت رجلية؟ بيقول لي الآتي: إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي. يعني يا جلال إذا أنت اعتبرت يوم السبت ده يوم أجازة ليك، يوم تعمل فيه لنفسك أنت، فيه يوم ملذاتك الشخصية، يبقى أنت كده بتدوس على إيه؟ على سبتي تحت رجليك. ها؟ ابتديت أفهم. يوم السبت مش لمسرتي، مش ده يوم الفسحة، مش ده يوم الأجازة، مش ده يوم التزاور، مش ده اليوم اللي أروح فيه على مطعمي المفضل، مش ده اليوم اللي أتفسح فيه. لا، إذا أنا بعمل كل هذا الشيء في يوم السبت اللي هو قدس يهوى. قدس يهوى يعني إيه؟ يعني يوم خاص بيهوى، يوم مقدس ليهوى وليس مقدس للذاتي. إذا أنا اعتبرت يوم السبت الكتابي يوم لذاتي الشخصية، يبقى أنا كده بدوس على سبت يهوى المقدس تحت رجليا. ابتديت أفهم. وبيقول لي الآتي، هقراها من البداية على 13: إن رددت عن السبت رجلك، إذا أنت يا جلال حشت رجلك عن الدوس على سبتي عن عمل مسرتك يوم قدسي، وتوقفت عن اعتبار يوم السبت هو يوم مسرتك لأنه فهمت أنه ده يوم قدسي، يعني ده يوم بتاعي أنا، سايب لك 6 أيام في الأسبوع لكن يوم السبت ده بتاعي، يعني تحفظه بالطريقة اللي أنا أطلبها. أنا سايب لك 6 أيام تشتغل وتعمل فيها اللي نفسك فيه، نفسك فيه ضمن المسموح وليس نفسك فيه ضمن الغير مسموح. فطبعا ده أمر بديهي، ما احتاجش أوضح الأمر ده. يعني اللي احنا يسيب لنا 6 أيام مش معناها 6 أيام نسرق ونزني ونسرق ونقتل ونعيش عبثا، لا، 6 أيام ضمن المسموح، ضمن المسموح أعمل اللي أنا نفسي فيه. لكن يوم السبت ده يوم قدسي. طب إذا أنت بطلت تعتبر يوم السبت هو يوم لذتك، وعلى العكس اعتبرت السبت هو يوم لذة، يعني بص أحبائي الآية الجميلة دي بتقول إيه؟ يهوى بيتضايق جدا وبيعتبرنا بندنس السبت وبننجسه لما أنا أعتبر إنه السبت ده يوم لذة ليا. لكن يوم ما أنا أتوقف عن اعتبار السبت ده يوم لذة ليا وأعتبره مع ذلك هو يوم لذة، وإن كنت لا أسعى وراء ملذاتي ولكن أسعى وراء ما يلذ أبي، وبالتالي ما يلذ أبي يلذني. واو، هنا ده التغيير الجوهري اللي يهوى عاوز عاوزنا يعني ننظر إلى السبت، إنه لما أنا ألتزم السبت بحسب ما يرضي يهوى من ملذات، يعني أشياء أعملها في يوم السبت وأعتبرها بما إنها بتلذ يهوى، فبالتالي هي تلذني أنا، ويصبح الحال
كما هو عليه الآن بالنسبة لي أحلى يوم في الأسبوع هو يوم السبت، لأنه أنا بلتز بيهوى في يوم السبت بشكل لا أستطيع أن أختبره في أي يوم آخر من أيام الأسابيع أيام الأسبوع. فهنا بيقول لي وإذا دعوت السبت لزة ومقدس يهوى، يعني إذا ابتديت تبص للسبت إنه ده يوم لزة ويوم مخصص مكرس مقدس ليهوى، وأكرمت يهوى بثلاث حاجات. هنا يهوى بيقول لي يهوى الإله الكلي القدرة بينزل إلى مستوايا وبيقول لي عاوزني أفرح بيك يا جلال، عاوزني أكرمك، عاوزني أجعلك واحد من شعبي، عاوزني أجعلك منتسب إلى إسرائيل وأدي لك نفس المزايا اللي هديها للمخلصين والأمناء اللي هم من نسل إبراهيم الجسدي، عاوزني أعمل لك كل الحاجات دي. طيب يبقى لازم تلتز بالسبت وتكرمني بثلاث طرق، ثلاث طرق هوصفها لك، إذا أنت التزمت بيها يوم السبت هيتحول إلى يوم لذة عندك، وأنا بالطريقة دي هأكرم منك. إذا قل لي هو يهوى إيه هي الثلاث طرق اللي أنا إذا التزمت بيها هيتحول السبت إلى ألذ يوم في الأسبوع؟ قال لي لا، أول إذا أكرمته عن عمل طرقك، يعني يوم السبت مش يوم تسعى فيه وراء الرزق، يوم السبت مش يوم تعمل فيه مشاويرك الخاصة، يوم السبت مش ده اليوم الذي تنجز فيه إنجازات اللي مش قادر تعملها في أيام أخرى، لا، إذا أنت توقفت عن عمل طرقك في يوم السبت وتقول لا مش ده اليوم اللي اعمل فيه حاجه تعود بالنفع ليا، لا ده يوم خاص بيهوى، يبقى انا ما اعملش فيه الا ما يلذ يهوى. ده الحاجه الاولى اللي طلبها مني يهوى من الثلاث حاجات. والحاجه الثانيه وعن ايجاد مسرتك، مش ده اليوم اللي اروح فيه اتفسح، مش ده اليوم اللي اروح فيه يعني أعمل حاجة تسرني أنا، تعود بالنفع علي أنا، باللذة علي أنا، لا. إذا أنا توقفت عن اعتبار يوم السبت هو يوم أسعى فيه لملذاتي الشخصية. والحاجة الثالثة الشرط الثالث اللي طلبه يهوى والتكلم بكلامك. كل يوم بنتكلم في السياسة، كل يوم بنتكلم في الشغل، كل يوم بنتكلم في الطبخ، كل يوم بنتكلم في الأكل، كل يوم بنتكلم في الأمور العائلية، صح؟ ده مش حرام. ست أيام أتكلم في السياسة، أتكلم في العمل، أتكلم في الربح وفي الخسارة، أتكلم في مشاكل الأقارب، أشتكي، ست أيام عندي. لكن اليوم المقدس يوم يهوى يوم السبت مش ده اليوم اللي اتكلم فيه كلام كل يوم. دي احبائي الثلاث حاجات اللي طالبها يهوى مننا عشان يجعل يوم السبت بالنسبة لنا يوم لذة. اذا انا التزمت بالثلاث حاجات دي مش هبص ليها انه دي حاجات يعني قاسية او حاجات حارمة أو حاجات مانعة، لا، يهوى بيوعدني إذا أنا ما ساعدش أنه أقصد ملذاتي في هذا اليوم أو أتكلم كلام كل يوم في هذا اليوم وأنه أسعى في أموري الخاصة أو أنجز أموري الخاصة كما أفعل في ست أيام. إذا التزمت بالثلاث حاجات دي يهوى بيوعدني، بيقول لي في عدد 14 فإنك حينئذ تتلذذ بيهوى. واو أحبائي، عن خبرة عملية وعن شهادة عملية
يوم السبت عندما بدأت أتمسك بالثلاث حاجات، مش بس أصبح أحلى يوم في الأسبوع، ولكن أصبحت أتلذذ بيهوى. ويهوى يقول لي مش بس أنت إذا التزمت بهذه الثلاث حاجات يا جلال هتلتز بيا، بس أنا يهوى بيقول لي كده هدي لك وعد تاني إضافي، أركبك على مرتفعات الأرض، أركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك. أركبك على مرتفعات الأرض يعني يا جلال إذا أنت التزمت بالسبت بالطريقة اللي أنا طالبها، أنت مش هتقابلك أي عقبة إلا ما هتعلى فوقيها، إلا ما هتنتصر عليها، لأنه أنا يهوى بدي وعد لكل المتمسكين بالسبت إنه هركبهم على مرتفعات الأرض. طب دي بالنسبة للعصر الحالي. وعلى البيعة هيعمل إيه تاني؟ على البيعة في العصر القادم يقول لي إيه؟ وهأطعمك ميراث يعقوب أبيك. يعني في العصر القادم هديك الحياة الأبدية. شفتوا أحبائي قد إيه حفظ وصية السبت أمر هام جدا. ويهوى لم يبخل في توضيح أهمية السبت أو تقديس أو كيفية تقديس السبت. أين خدام اليوم هذه الكلاب الشرهة من هذا الحق؟ أين هم؟ نائمون وحالمون زي ما يقولنا، وينتظرهم عقاب قاسي جدا لأنه حجبوا أهمية السبت عن شعبه. وفي درجة أعلى من الإجرام لما يهملوا ويهمشوا السبت، مش بيعلنوه وإنما يحاربوه ويقولوا لنا الإيه؟ السيد المسيح عندما جاء لغى السبت وكسر السبت عشان يوضح لنا إنه السبت ما عادش ملزم. حاشا حاشا لهؤلاء المعلمين الكذبة نقول لهم اخرسوا، لأنه السيد المسيح قال أنا حفظت وصايا أبي. فإحنا نصدق السيد المسيح ولا نصدق رجال الدين الكذبة النهاردة لما يحاولوا يستخفوا بوصية السبت. أحبائي أنا عاوز أقرأ لكم متى 12 اللي هي من عدد 1 إلى 8 اللي توضح أهمية السبت، أهمية السبت وإيه اللي عمله السيد المسيح فيما يتعلق بالسبت. متى 12 عدد 1: وفي ذلك الوقت ذهب يهوشوا في السبت بين الزروع، خرج في الطبيعة يعني، فجاء تلاميذه وابتدوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون اللي هم أذبحهم النهاردة الحاخامات لما نظروا قالوا له هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت، ما لا يحل فعله بحسب تعليم يهوى ولا ما لا يحل فعله بحسب تقليد الشيوخ. طبعا السيد المسيح لم يلتزم في يوم من الأيام بتقليد الشيوخ، هو التزم بحاجة واحدة بس، بتعليم التوراة. الفريسيين كان بالنسبة لهم في ذلك الوقت وأبنائهم اليوم الحاخامات يعتبروا الآتي: إنه التوراة اللي خدها موسى أخذ معاها توراة شفهية، يعني كان في توراة مكتوبة صح بس خد معاها توراة شفهية، يعني يهوى اداله تعليمات شفهية، وهذه التوراة الشفهية سجلت على مر العصور عن طريق آباء اليهودية
ونتج عنها التلمود، وأصبحت التوراة الشفهية المكتوبة والمدونة النهاردة اللي تدينا التلمود هي المفسر المعصوم للتوراة المكتوبة. طبعا السيد المسيح كان عنده التلمود في ذلك الوقت أو تقليد الشيوخ، لم يلتزم به لأنه ما فيش هذا، ما كانش عنده إلا التوراة المكتوبة، وبالنسبة له تعليم الشيوخ وتقاليد الشيوخ مرفوضة شكل الموضوع. فلما هنا يقول لك ما لا يحل فعله في السبت بحسب تعليم الشيوخ، فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاء هو والذين معه، كيف دخل بيت يهوى وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله إلا أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ أو ما قرأتم في التوراة؟ دائما يرجعهم على التوراة، أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء، ولكن أقول لكم إن ها هنا أعظم من الهيكل. يعني لو أنتوا تعرفوا أنا مين، لو أنتوا عارفين إن أنا الابن البشري للإله يهوى اللي أنتوا بتعبدوه، وإنه مصدر علمي ومعرفتي هو أبي السماوي، وإنه أي حاجة بعملها لأني تعلمتها من أبي، فلو علمتم ما هو، لو علمتم من أنا، إني أريد رحمة لا ذبيحة، أنا عاوزكم تتمسكوا بالتعليم الذي أعطي ليكم في الكتاب المقدس أو في التوراة، ولا تضيفوا إليه زي ما موسى حذر أن يضاف أو يؤخذ أي شيء من التوراة. أنا أريد إيه؟ رحمة لا ذبيحة. يعني أنا تلاميذي جاعوا، فين في التوراة تقول إذا واحد جاع ما يقدرش يفرك سنابل ويأكل أثناء ما هو بيمشي في الحقل؟ فين ده يا فريسيين؟ فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. أنا كابن ليهوى بقول لكم أنا سيد السبت. يعني إيه معناها أنا سيد السبت؟ أنا الأدرى بكيفية حفظ السبت بحسب ما ورد في أشعياء 58-13 قررناها. وبما أنه لم يتم كسر الشروط أو الشروط الثلاثة لحفظ السبت، وهي التكلم بكلامنا أو إيجاد ملذتنا أو السعي وراء طرقنا، بما أنه تلاميذي لم يكسروا هذه القواعد الثلاثة، وكل ما عملوه أنه تناولوا السنابل ليسد جوعهم، فأنا كرب للسبت بقول لكم لم يتم تدنيس السبت. يا أحبائي يرجع يكمل في عدد 9 متى 12: ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم، وإذا إنسان يده يابسة، فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. أنا كرب السبت، أنا كابن ليهوى، أنا كإنسان في روح أبي، أنا بقول لكم إنه يحل فعل الخير في السبوت. أنتوا أضفتوا قيود إضافية إلى السبت عشان اعتقادا أنه بإضافة هذه القيود الإضافية مش هتكسروا السبت كما كسروا أباكم، ومش هتدنسوه، وبالتالي مش هتشتتوا كما تم تشتيت أباكم، لكن أنتوا لغيتوا السبت كيوم لذة. ما عادش السبت يوم لذة، بدليل أنه لما بتشوفني أشفي مريض في يوم السبت، أنت كده بتعتبر أن أنا
كسرت سبت شيوخك، وإنما أنا ما كسرتش سبت يهوى، أنا جعلت من سبت يهوى سبت لذة، لأنه أجريت شفاء في يوم السبت، وبالتالي أفرحت قلوب المرضى وأهالي المرضى والحزانة. فهذا يتمشى مع القاعدة التي تقول يحل فعل الخير في السبوت. ده النهاردة الحاخامات اللي هم أتباع أو أتباع الفريسيين النهاردة حطوا قيود إضافية إلى السبت، بحيث أصبح أكثر يوم مؤلم وأكثر يوم كئيب هو يوم السبت. ده مثلا في خروج 35:3 مثلا تقول لا تشعلوا نارا في مساكنكم يوم السبت، فيقوم واحد من الحاخامات يدي فتوى. ايه هي الفتوى؟ عشان يلتزموا بهذا الامر الالهي انه ما يشعلوش نارا في مساكنكم يوم الجمعه. هم بيقدسوا السبت من غروب الجمعه الى غروب السبت، وطبعا ده حتى ده مخالف لتعليم الكتاب، بس يعني ناهيك عن النقطه دي. فالملتزمين من الحاخامات بيعلمهم انه اليهود انه مثلا لما تيجي تفتح ثلاجتك حط شريط على اللمبه، على زرار اللمبه، عشان لما تيجي تفتح الثلاجه في اثناء ساعات السبت ما تنورش. يا احبائي يا احبائي، ده نموذج من التقليد الشيوخ المضمن في التلمود، اللي هي التوراة الشفهية المكتوبة اللي بتستخدم لتفسير التوراة الكتابية التي أعطيت لموسى. حطوا حاجات جعلت من يوم السبت أكره يوم في الأسبوع، لأنه لغوا اللذة التي سيختبرها أي إنسان حافظ للسبت إذا هو التزم بما ورد على لسان يهوى في أشعياء 58:13-15. أحبائي، كان عندي الكثير عاوز أقوله بخصوص السبت، ولكن هنهي بحاجة واحدة بس. بالنسبة لي أنا أحلى حاجة عملها السيد المسيح بعدما صعد إلى السماء عشان يبين لنا مدى قدسية السبت، إنه لما يوحنا الرائي في سفر الرؤيا كان في منفي في جزيرة بطمس، وكان في يوم الرب يلتز بهذا اليوم، فيهوشوا يظهر له في هذا اليوم ويديله أهم رسالة أعطاها السيد المسيح بعد صعوده إلى السماء. يديها له في إيه؟ في اليوم اللي يوحنا فيه بيلتز بعبادة يهوى في يوم بسبته، يقول لك كنت في الروح في إيه؟ في يوم الرب. أحبائي، لما إحنا نلتز بالسبت، لما إحنا نتمتع بالسبت ونقدس السبت الحقيقي، هتجينا إعازات وإضافات تعمق فهمنا للحق، ملهاش يعني لا تقدر بثمن. أحبائي، أدعوكم للبدء من هذا السبت المبارك أن تتعلموا كيف تلتزوا بسبت يهوى استنادا إلى ما ورد في وعوده لينا في أشعياء 56 وأشعياء 58. آمين. انضموا إلينا غدا لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على موجة 9330 كيلوهرتز، وعلى تردد 31 مترا. راديو فرصة العالم الأخيرة محضر الناس لرجوع المخلص الوشيك.